ما بتخافي انه دايما بتدور مش مفكر عم يضربوني مزبوط ما كان تكنيك عن جد ما بتعيدوا المشهد كذا مره ولا مره من الكفوف بيطلع اذا مرشي ما اذا شي مره التكنيك ما زبط وطلع كف مزبوط لا لا ما ولا لا ممكن مره ممكن ممثل مثلا يتحمس يضرب كف حقيقي اذا الممثل اللي بوجهه بيقول له اوكي ما تخاف يلا اعطيني بدي احس بال انت هيك بتقولي لهم لا نحن بنتفق على كيف الحركه وكيف يعني مثلا وقت لسه اذا بدك نحكي اخر مشهد السحل يعني لما تفعت انا وباسل انه انا بمسكه يعني هو انا ماسكه ايده انت بتمسكيه انا ماسكته هو عم بيشد ياسوا يعني مثل مش انه حطيت اكستنشن وقلت له شد من الاكستنشن تخيل له يعني ما كان طلع المشهد اصلا ما كان طلع المشهد الاكستنشن بايده ايه بس رفيع علي احمد مره سمعته انا بمنظر الممثل الكبير بحديث بيقول انا كثير بحبه رفيع علي احمد بحقيقة انه انا كنت اضرب مزبوط انه انا كنت انه انا رولا حميدي انا وياها مره بمشهد اتفقنا انه يكون الكف مزبوط وقالت له اوكي لا يطلع لا يطلع حقيقي حقيقي لا يطلع حقيقي فيك تعلميني التكنيك انا ما بعرف التكنيك يعني اذا بدك انت شو التكنيك يعني هلا انت اذا بتطريني كف شو التكنيك انا يعني ما بعرفه يعني هيك والله يعني العظيم بدي اجرب اضربك بس ما بقرب عليك سو انت لازم تروح مع الحركه اللي انا خليني اروح مع الحركه طيب يلا الله يساعدني كيف بدي اعمل اوكي هلا انت جربي معي تكنيك الكف انا بجرب معك تكنيك البوكس عم بمزح عم بمزح عم بمزح لا بدك حقيقي يلا انا لا بس انت عم تعمل لي هيك انه كعادي انه مثلا عم نتخانق انه شو كنت عم تعمل امبارح اوكي قولي لي وين كنت وين كنت وين كنت انت عم تساليني وين كنت اصبعك تنزله بس تحكي معي سامع انا رجال شرقي ما تكوني مفكره وامنتي بالمساواه انا بملكك نزار. انت مثلك مثل اي بضاعه عندي بملكك ودافع حقها بدك يا عمي مش عم تقول لي شو بدك تروح معي للصراحة خفت لا للأمانة خفت للأمانة خفت لأنه والله العظيم أول أنت قل لي بس أنت مثل لحظة شوي لحظة شوي لحظة شوي أنا يمكن تقلب الحديث هاي موضوع لبضاعك عم بمزح معك أنت ما اسمعي شوي معنا كمان بصير بتحمس بقد المقابلة والله العظيم فتت معي يا أختي أنا شو بدك تقول لي رح أرجع عيد ليك شو أنت مثل حيالله شيء شو أنا رح أعمل بهيدي شو هاي بهاي ما حقدرك بس اعمل هيك انت بدك تروح مع يعني جرب تضربني كف جرب ما بدي بس قرب بس هيك جرب تضربني كف اوكي وبيحطوا الصوت هن ايه اوكي فهمت عليك اوكي لازم تحطوا جيش حطوا لي صوت جايز حطوا لي صوت احسن تروحني كف يلا ايه. ليك بليز عمول انت الصوت يلا يلا ايه. من الاول يلا وي. انت ما تكوني مفكره حالك انه انت مرتي المساواه بيني وبينك اسمعك بتنزله بس تحكي معي انت مثلك مثل حيالله شيء بملكه انا حلو كتير خلاص كتير خلاص يمكن سوري جايز يمكن صار WWF يمكن صار حرب بس حلو جايز